يا شيخ، شيخ، هل النهي عن شرب الماء واقفا يفيد التحريم؟ وعلى الأصل التحريم، ولكن يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، للكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون إذا ورد النهي مطلقا هل هو للتحريم أو لا، وإذا ورد الأمر مطلقا هل هو للإجاب أو للاستحباب. وليس هناك ضابط بين يحسم الموضوع، لكن الشيء الذي يجب علينا أن نسلكه أننا إذا سمعنا أمر الله ورسوله ما نقول هل هو للاستحباب أو للوجوب، ما نقول هذا، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولا عهدنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول، إذا أمرهم الرسول بأمر، أنهم يقولون هل هذا مؤكد يا رسول الله للوجوب أو للاستحباب، بل يمتثلون على طول، إلا إذا شكوا هل إن الرسول أمر به تعبدا أو أمر به استشارة مشورة، فهنا يسألون، كما جرى لبريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة أمة مملوكة عتقت، والمملوكة إذا عتقت وزوجها مملوك خيرناه، إن شاءت بقت معه وإن شاءت فسخت النكاح. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح، فقالت أفسخ النكاح، ففسخت النكاح، اختارت نفسها، وكان زوجها يحبها حبا شديدا، حتى كان من ورائها في أسواق المدينة يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذا عجب، إذ أن العادة أن القلوب شواهد تتبادل الحب والبغض، ثم أمرها أن ترجع إلى زوجها. قالت يا رسول الله أأنت تشير علي أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال بل أشير. أما إذا علمنا أنه أمر تعبد فلا ينبغي أن نقول لا على أمر الاستحباب أو الوجوب. وكذلك يقال في النهي صور نفسك كأن الرسول أمامك عليه الصلاة والسلام، قال لك لا تفعل، هل يليق بك أن تقول يا رسول الله أنت جازم ولا ما أنت جازم؟ ماذا تقول؟ السؤال لك لا يليق. أو أمرك، هل يليق بك أن تقول يا رسول الله أنت جازم ولا مو بجازم؟ ما يليق، افعل يا أخي، إن كان واجبا أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أثبت عليه ثواب المستحب، لكن إن تركت فأنت على خطر. إنما لو تورط الإنسان وقع في المخالفة فعل المنهي أو ترك الممنوع، حينئذ يسأل يقول هل الأمر الوجوب، علشان يحدث توبة للمخالفة، هل النهي للتحريم من أجل أن يحدث توبة للمخالفة. أما في أول الأمر قل سمعنا وأطعنا ولا تتردد. نعم.